تفهموا انتم بخير عرائشي وكل مغربي. اهلا بالاحباب، اهلا بالاصحاب في يوم ممطر ان شاء الله بحول الله. غادي تكون امطار الخير هذا النهار هذا، وكانت البارح في الليل ما شاء الله. الحمد لله الذي سقانا وروانا. هذه هي جنة الباشا كما كتعرفوا، وقد طالها المطر، أصبحت البرك مائية على جانب الطرقات كما دائما. في ما كطيح الشتا كنجيو نصورو هاد الأماكن كنجبروها كالعادة، لا تتبدل لا تتغير. مرحبا بكم في السيلغاش، مرحبا بكم في قناة ديالكم، نشكركم على حبكم لقناتكم. يوم جميل بأمطار الخير والنماء، لكن ما يؤسف وهي هاتي البرك المعفنة للأسف الشديد، مع الأسواق ومع شارع بنو الخطيب، شارع ديال البيع والشراء والأتات بامتياز. أنا مسجد جنان الحرة، مرحبا. شنو ديال الرياح كتدفعنا من سطح ديالنا، انتظار سقوط أمطار الخير. اليوم السبت 25 دجنبير 2021، حياكم الله وبياكم، جعل الجنة مثوية ومثواكم، عندكم من كل سوء. التفاعل ديالكم البارح مع المباشر كان قوي اخوتي، كنشكركم، نشكركم جزيل الشكر، كنبغيكم دائما في كل الفيديوهات المباشرين ولا غير المباشرين. والله يعطيكم العز على نتيجة أمطار الخير، نتيجة أمطار الخير. هاد أمطار الخير فكرتني في واحد البيت شعري غزال غزال غزال. واش كيقول هاد البيت الشعري؟ كيقول: واستمطرت واستمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعطت على الأنياب بالبرد، واستمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على الأنياب بالبرد. أنا كيوصف البنت كتبكي فقط، ولكن البلاغة في الكلام شيء رائع. شبه الدموع باللؤلؤ، والخد شبهه بالورد، شيء رائع رائع. العنب العنب كنظن هما الشفتان، والبرد راكم عارفين بالبردي، اي بالبرد يعني بالاسنان التي تشبه البرد الثلج. تحياتي من شارع حسن الثاني، حياكم الله وبياكم، تبارك الله عليكم، شيء رائع باش نقوموا بواحد الفيديو في هذه الساعه المباركه. الحمد لله على كل حال، والفيديو راه كيجي عاود لقناه خوت. بلاتي بلاتي بلاتي، الزنقه ما يمكنش ما ندوزش شي منها، ما يمكنش. الزنقه الرائعه، روعه روعه روعه. ها هي، شوف شوفوا الحباب، شوف على ما كنظن زنقة سيدي إفني هذه، شوفوا الفن، شوفوا
أعطيني شي زنيقة في العريش بهذا الشكل هذا، لن تجدها لن تجدها. الله يعطيكم العز، الله يعطيكم العز، الله يعطيكم العز. واحد الأخت راه كتدخل من هنايا من هاد الأحياء هادي من هاد الحي كتدخل، وقالت لي واحد النهار وسير شوف زنقة سيدي إثني. شنو نقول لك أختي، راه معاك الحق، ها فنة، الفن ديال موليها روعة روعة، رائعون رائعون. يا سلام، كنشكر الأخت اللي قالت لي صور هاد الدرب هذا، راه رائع أخوتي. هنا كنخرجوا في رضوان العمري صاحب التلفازات وإلى آخره، بشارع الحسن الثاني القلب ديالو، ولكن الناس كثرة الناس كتمشي وتجي، ما تقدرش تضبط الكاميرا من الفوق حتى لتحت. تحياتي لكل اللي كيتابعنا، تحية للأحباب، اليوم الجميل. صيدلية الحراسة، الصيدلية الرئيسية في صحراء الصراع، فردوس، جزيرة الوفاء، والشعبية في سوق الصغيرة. حدية حقائب الشعب ابتداء من 40، ابتداء من 50 درهم. كنخطف اخوتي، كنخطف من هنا ومن هنا. سكي الا بغيتي تصور سكي تجيب 8 الصباح. خاي الحبيب بخير، الله يبارك فيك. أمطار الخير تطال المدينة بأكملها. جود يا جواد، جود جود على هذه المدينة، وجود على المتابعين. مشي خير، لم يكن في الحسبان. باب المدينة التاريخي، وهي بدات أخوتي دابا شانديرو، هاهي بدات، ها الخيرات بدات. الله يرحمنا على قد النفع يا رب. وسبحان الله الناس جالسة في الكراسي، وخا الشتا عجيب وغريب، إنكم تتبللون. تحية لك سيدي أحمد، وتحية لكل عرائشي وكل مغربي، وأمطار الخير اللي حنا كنعيشوها الآن. والحمد لله دار الله سبحانه وتعالى هدانا هاد الأمطار الخير، وكنحييو الطاقم ديال هاد لاراش. مرة أخرى كنقول عام سعيد، كل عام وانتم بخير، والله يدخل علينا هاد السنة هادي بإزالة هاد الوباء اللي هادي. وتحية ما ننساش، كنشوف قبلتي واحد اللاعبة ديال نجم جوهرة العرائش، اللي كان نحييهم على الانتصارات ديالهم وعلى استمرارية في النجاح ديالهم، وكنطلبوا أنهم ينتصروا غدا إن شاء الله. اللهم يسر. خارج مدينة العرائش الفاضلة، وكنحيي السي سعيد وحرات على هاد الروح الرياضية ديالو، واللي هو مستمر رغم أنه كيعيش الفريق واحد الأزمة مالية خانقة، رغم ذلك أنه مستمر. وتحية تحية تحية لكل لاعبة من نجم جوهرة العرب.